يا حيات، حيات، حيات. أبو الحياة مش هنا، قال لي إن أنا أقول لك إنها نزلت كده مشوار مع الحاج منى. وأنت بتعملي إيه هنا؟ أنا بنظف البيت، بس وحياة النبي لألم لك الدنيا دي حالا. ويعني ما لقيتوش غير يوم أجازتي عشان تنظفوا فيه البيت؟ معلش يا أستاذ علي، حقك عليا، حقك عليا ألم لك الدنيا دي حالا. يا ست اللي عليا ولا عليكي؟ إذا كانت صاحبة البيت مش في دماغها، يبقى أنت اللي مش هتقلبيني البيت، معقولة؟ ما قالتش هتيجي امتى؟ هي قالت انها مش هتتاخر. احضر لك الغدا؟ ها؟ كل حاجه جاهزه على التسخين. لا انا هستنى حياتي في رد سوا. ليه؟ ده انا مفصصالك. ايه عاوزاه انت كمان؟ ما هو ما ينفعش افضل قاعده كده وقبل حياه مش موجوده، ناس تقول عليا ايه؟ طب ما تعملي اللي انت عاوزاه، انا مش ناقص وجع دماغ. لا اخش اغير والم الهدمتين بتوعي وادورلي على اي حته تداويني، وانا ونصيبي بقى. مش عايز اعمل لك حاجه قبل ما امشي؟ لا مش عارف. على العموم انا مجهزه لك كل حاجه على التسخين عشان يعني كده ما تلص وانت لوحدك، ولو جعت سخن لروحك وانا مفصصالك. خير يا استاذ علي؟ في ايه؟ انا بغير هدومي، ما يصحش كده. تقدري تلبسي هدومك دلوقتي، الوقت متأخر، ممكن تبقي تمشي الصبح. أيوة بس يعني ما بسش ولا حاجة، ممكن تبقيتي هنا في الأوضة وتقفلي على نفسك بالمفتاح. الصباح رباح وله عينين، تقدري تبقي تمشي الصبح. كان قلبي حاسس انك هتجيني، قلت لنفسي يا بنت اكيد منشفت من اكل الشارع، نفسي رايحه لاكل حلو. حلفت لاكلك بايدي. بس انا ماليش نفس. هتكسف ايدي؟ ده انا مفصصالك. بس انا مش هاخد غيرتي، وانا مش هغصب عليك. والاكل اهو موجود، هيروح فين واحنا مع بعض؟ ولا انت بقى ناوي تسيبني تاني؟ اسيبك واروح فين؟ عشان تعرف بس ان مالكش مكان الا هنا. نعم. من ساعه ما طلت في وشك دعيت وقلت يا رب يبقى من اسمتي ونصيبي. ده راجل ولا سيد الرجال؟ أنا كمان أسمع، مش عاوزك تزعلي مني خالص. كل اللي فات ده نسيه، الواحد بياخد وقت كبير قوي لحد ما ينسى حاجات كتير قوي وحياة. الليلة دي ليلتنا مش ليلة حد تاني، وأنا بقى هوريك اللي عمرك ما شفته.
ايه رايك؟ انا عايز اسالك سؤال يا سماح. اسال يا اخويا. هي ليه الزوجه التانيه بس هي اللي بتعرف ترقص؟ عشان تبقى الاخير. لا، عشان الزوجه الاولانيه لو بتعرف ترقص ما كانش يبقى في زوجه تانيه. يا صباح الفرن والورد والياسمين والشربات. صباح الخير يا سماح. صباح القمر. الساعة كام دلوقتي؟ الساعة يا اخويا جيلها. يا نهار اسود. ايه اتنفضت كده ليه؟ شغل ورايا شغل. خلاص خلصت كل اجازات اعتيادي ومرضي واي غياب بعد كده وخصم. يعني انت شغلك ده بيكسبك كام عشان تخاف قوي كده؟ والله يا سماح حالنا احسن من غيرنا. وليه ما نبقى احسن واحسن وبإيدينا؟ مش فاهمك. تقصدي ايه؟ قصدي يا اخويا مراتك مش مصممة على الطلاق؟ خلاص وكله بتمن، ويعني الفلوس اللي على قلبها قد كده من ابوها واخوها ما تدفع منهم، وبعدين يعني اخوها ولا ابوها مش هيسيبوها، والموضوع في ايدينا والطاقة هتاخده 10. زار عليك اتجننت يا بنت. جننت عشان بتكلم في مصلحتك؟ لا بقول لك ايه، انا الموضوع بتاع الفلوس بتاع المره اللي فاتت انا فوتته بمزاجي، انما قسما بالله العظيم لو الموضوع ده اتفتح تاني انا هتبقى ورقه الطلاق اللي هتروح لها ورقتين، ورقه ليها وورقه ليكي، فاهمه؟ وهي يعني يا حبيبي مش الفلوس دي هي اللي مأجرين بيها الاوضه الحلوه دي اللي قاعدين فيها؟ يا راجل استغفر ربنا واستعيذ من الشيطان. وانت بتكبر ولا بتصغر؟ ايه امور العيال بتاعتك دي؟ اعمل ايه بس يا حاج؟ عقل ما بقاش في راسي. انت راسك اساسا من غير عقل. انا عاوز ارتاح. طب قول لي اعمل ايه؟ يا شهيد حرام عليك، حرام عليك يا راجل. الله، البنت على وش ولاده محتاجه راحه ومراعيه، حابي عليها هي وابنها. هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى زاحل الغمة من على قلبك وشال الغشاوة من على عينيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا حياتي؟ الحمد لله يا عم شاهين عايشين. عملت ايه يا بت؟ رايحة أشوف شغلي يابا، عند إذنك. أنت يا بت؟ يا بت؟ أنا مش قادر على اللي بتقولي عليه ده يا حاج. مش فايدة. مفيش فايدة. وإيه اللي مفيش فايدة؟ مفيش فايدة فيك أنت وكل اللي زيك، مش عارفين قيمة النعم اللي ربنا أكرمهم بيها، وتبطروا لغاية ما دبلت الرحمة في قلوبهم.